وعم بيقولوا انه مو بقيان من املاك ابن عمك عمر غير هالزريبه يلي عايش فيها، حتى طرش الغنم بايعوا. عمتي ام صادق بايع البيت اللي هي ساكنه فيه ومقدمه حقه لابن عمي عمر، واحتمال كبير يبيع البيت اللي هو ساكن فيه كمان. ما ضل حدا بالحاره من كبيرها لصغيرها الا ما راح لعند ابن عمي عمر وقدم له المساعده الا نحن. حتى جدي ابو نوري بايع دكانته بما فيها من زيت وسمنه ومقدم حقها للمعلم عمر. الله يثبت علينا العقل والدين يا حق. وكل الخلق بالحاره عم يقولوا انك انت ورا كل مصايب ابن عمي يا بي. انا قصدي هيك عم يقولوا الخلق بالحاره. كذب وافتراء، ابوك اشرف من كل يلي عم يحكوا عنه. من بعد اذنك ستي، كلامك هذا كله مو مزبوط منه. ادب وعرفتي بتحكي مع ستك احسن ما اشتغلت شفت حلقه.